اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نرسم بؤبؤ العين اللي موجود قدامنا في الصورة ده بحيث ان هو يبان الى حد ما واقعي وحقيقي. في البداية هنختار اي حاجة كده نعمل بيها دايرة. انا بصراحة جبت طبق صغير اللي هو بتاع فنجان القهوة ده من المطبخ من عند ماما، وابتديت احدد بيه الخط الخارجي للدايرة بتاعتي. رسمت الدايرة، دايرة كويسة جدا. بعد كده ابتديت امسح حتة بسيطة من اليمين كده، مش هيبقى فيها لون، هتبقى انعكاس ابيض كده هيبان فيما بعد. بعد كده ابتديت ارسم النن الاسود اللي جوه، هنسوده كله هيبقى لونه اسود. وبعد كده باللون الاصفر هنبتدي نعمل خطوط عشوائية بالشكل اللي احنا شايفينه ده، مركزية من بره لجوه. معلش هي لحد ما ممكن ما تكونش واضحة، لكن يعني دي خطوط استرشادية، بس لما هتقلها هبتدي ادوس عليها زي ما احنا شايفين كده هيبتدي تبان المعالم بتاعتها بالظبط كده. زي ما انتوا شايفين خطوط بتمثل الاوردة او الاعصاب بتاعت العين. انا عملت لونها اصفر لان العين بتاعتي اللي انا هرسمها لونها اخضر، لان انا بصراحة بحب العينين الخضرة يعني بتجذبني جدا. بعد كده نعمل خطوط مركزية من المركز من النن الاسود اللي جوه لبره باللون الاسود، وندوس عليها بقى باللون بتاعنا اللي هو اللون الاخضر برضو بنفس الشكل مع نفس الخطوط، وتلف برضو بنفس الشكل مع الدايرة. مفيش مانع برضو نستخدم كذا تون من الاخضر باستخدام درجات مختلفة، نعمل زي توزيع كده من بره، نحاول نتقله شوية من بره بحيث انه يبان ان في ظل من بره لجوه بالشكل ده زي ما احنا شايفين، او ممكن بقلم رصاص. بعد كده بالقلم الاخضر هنبتدي نملى الفراغات اللي هي البيضة بقى اللي احنا سايبينها بين الاصفر اللي احنا عاملينه ده اللي هو لون العين الحقيقي. بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعد كده بالقلم الاسود بقى هنبتدي نسود كل الاطار الخارجي اللي من بره، نسوده خالص. وبعد كده هنبتدي نسحبه على خفيف، يبتدي اللون الاسود يتسحب من اسود لرصاصي لاسود فاتح. بالشكل ده زي ما احنا شايفينه اسود، وبعد كده بنديله تظليل خفيف بالاسود برضو، وبعد كده بنسحبه على مفيش بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وهنظلله طبعا باللون الاخضر اللي هو لون العين بتاعنا برضو بنفس الشكل. خلي بالنا ان التظليل بيبقى واخد نفس الانحناء، التظليل بيبقى بالشكل ده، باخد بسن القلم كده وبضغط من الاسود واسحبها وارفعها خالص من على الورقة على مفيش بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وبكمل بنفس السيكونس ده لحد ما اخلص. وفوق هسيب حتة كده مش هعمل فيها اي حاجة، كأنها انعكاس للضوء الابيض على النن من جوه بحيث ان هي تبان الى حد ما واقعية. بالشكل ده زي ما احنا شايفين ابتدى يوضح. بعد كده بالقلم الرصاص هنبتدي نحدد بقى الأوردة دي ونديها تظليل خفيف كده من جوه. شايفين ابتدت تترسم وابتدت تحسسني بالعمق شوية. بصوا من بعيد ابتدت تبان ان هي ثلاثية الأبعاد وان هي ظاهرة بشكل جامد جدا. بعد كده بقلم حبر ببتدي اعمل الشعيرات كأنها انعكاس للرموش في الجزء الأبيض اللي احنا اصلا سايبين. وبس كده خلاص خلصنا الرسمة بتاعتنا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رأيكم فيها، ولو عايزين تتعلموا رسومات معينة عايزين حاجة معينة اكتبوا لي برضو في الكومنتات، وياريت بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد المرة الجاية. سلام.